I'm gonna rise up. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ كلنا عارفين ان من اهم الحاجات اللي هتساعدك في الجيم عشان تتطور ان انت تعمل بروجريسيف اوفرلود. فكلنا بنبقى عارفين ان انت علشان تطبق البروجريسيف اوفرلود فانت مهم عندك او اهم حاجه عندك ان انت تزود الاوزان اللي انت بتشيلها في الجيم. لكن معظم الناس مش بتركز ان الموضوع مش متوقف بس على ان انت تشيل اوزان تقيله، لكن الموضوع حرفيا لو ترجمت المبدا بتاع بروجريسيف اوفرلود هتلاقيه عباره عن ان انت تتطور او تحسن من نفسك او تعمل حاجه جديده انت ما كنتش بتعملها. مش شرط بس تكون الحاجه دي ان انت تزود الاوزان بتاعتك. في الفيديو ده هقول لكم على شويه حاجات هتساعدك ان انت تزود حجم عضلاتك من غير ما تحتاج ان انت تزود الاوزان اللي انت بتشيلها. اول حاجه وهي التيمبو بتاع التمرين بتاعك. كلنا متعودين لما بنروح الجيم في الغالب او معظمنا لما تيجي تعمل التمرين بتاعك، فانت مثلا خلينا ناخد مثال تمرين زي البايسب كيرل، لما تيجي تعملها انت بتاخد ثانيه وانت نازل وثانيه وانت طالع. كل ما هتبطئ التيمبو بتاعك بتاع التمرين هتلاقي نتيجه احسن، لان انت لما بتزود التيمبو بتاع التمرين بتاعك او بتاع العده بتاعتك بالتحديد فانت بتخلي العضله تتحط تحت تنشن لفتره اطول. لكن الموضوع هنا ليه ليميت، مش معنى كده انت تفضل تعمل العده بتاعتك في 10 ثواني او 15 ثانيه او لا، الموضوع ليه ليميت. الابحاث لقت ان احسن رينج للتيمبو هو ان انت تعمل كل من البوزيتيف والنيجاتيف موفمنت بتاع الحركه من نص لاربع ثواني ماكسيمم. لكن لما بتزيد عن كده مثلا خمس ثواني وانت طالع، فلو مثلا انت بتنزل في خمس ثواني وبتطلع في خمس ثواني، لقوا ان ده بيأثر بالسلب على الزيادة العضلية بنسبة 36%. تاني حاجة ممكن تعملها عشان تطور من نفسك وهي ان انت تحسن التكنيك بتاعك بتاع التمرين بنفس الوزن اللي انت بتشيله. معظم الناس لما بتروح الجيم بتشيل الوزن، خلينا مثلا ناخد نفس المثال بتاع البايسب كير، معظم الناس لما تيجي تعمل التمرين بتلاقيها بتشيل الوزن ويكون تقيل عليها، تبدا تنزل تحت وتنطر وتعلى بالوزن وهي بتطلع، فتلاقي نفسها ما بتعملش التمرين بالتكنيك الصح، فمعظم التاثير ما بيروحش للعضله اللي انت بتترجتها وهي عضله البايسبس. في حاله زي دي لو عملت التمرين بنفس الوزن اللي انت بتشيله لكن بتكنيك مظبوط هتلاقي فرق كبير جدا وهتلاقي استفاده ليك كبيره جدا في العضله اللي انت بتترجتها. ثالث حاجه وهي ان انت تقلل الوقت بتاع الريست بين المجاميع بتاعتك. على سبيل المثال مثلا لو انت بتاخد وقت ريست في الكومباوند موفمنت بتاعتك مثلا 3 دقايق بين المجموعه والثانيه، لو قدرت تقلل الوقت ده من 3 دقايق لدقيقتين على سبيل المثال فده يعتبر تطور بالنسبه لك. لكن مش هقولك ان انت تقلل الوقت لدرجه ان انت بدل مثلا انت كنت بتاخد 3 دقايق ان انت تاخد نص دقيقه مثلا في الكومباوند موفمنت، لان انت كده هتاثر على التمرين بتاعك بشكل كبير. لكن انا من وجهه نظري خلي دايما الريست بتاعك في تمارين الكومباوند موفمنت ما تقلش عن دقيقتين بين كل مجموعه والتانيه، وبالنسبه لتمارين العزل خلي دايما الريست بتاعك ما يقلش عن 60 ل 90 ثانيه. رابع حاجه وهي الرينج اوف موشن بتاعك بتاع التمرين. يعني لو انت مثلا بتعمل تمرين زي بنش بريس ومش بتنزل للاخر، لو شلت نفس الوزن اللي انت بتشيله وقدرت ان انت تنزل للاخر وتعمل نفس العدات اللي انت بتعملها لكن برينج اوف موشن كامل هتلاقي نتيجة، وده برضو يعتبر تطور لان انت حملت العضلة بتنشن في مناطق فيها هي ما كانتش متعودة ان هي بتشيله لما انت ما كنتش بتنزل للاخر، سواء بقى في تمرين بنش بريس سواء في تمرين سكوات. لو انت مش بتنزل في السكوات بتاعك لحد الاخر، فلو انت بتشيل نفس الوزن ونزلت لحد الاخر او جبت اخرك في السكوات ده اسمه تطور وهيساعدك ان انت تزود حجم عضلاتك من غير ما تحتاج ان انت تزود الوزن اللي انت بتشيله. خامس واخر حاجه وهي ان انت تزود العدات بتاعتك. يعني لو انت مثلا بتشيل وزن بتعمل بيه 8 عدات او 10 عدات وحاسس ان انت خلاص ممكن تزود الوزن ده لكن انت ما عندكش الامكانيه ان انت تزود الوزن نتيجه مثلا انت ما عندكش اوزان كفايه او بتتمرن في البيت او اي حاجه تانية، في الحاله اللي زي دي ممكن لو انت بتقدر تجيب الوزن ده 10 عدات ممكن تزود العدات اللي انت بتعملها. لكن الموضوع مش مفتوح، الوزن اللي انت بتتمرن بيه تقدر تزود العدات بتاعته لحد ما توصل ماكسيمم 30 عده، معاك لحد 30 عده. اول ما تلاقي نفسك بتوصل ال 30 عده وهتقدر تعديها يجي هنا الوقت اللي انا هقول لك فيه ان انت لازم تزود الوزن اللي انت بتلعب بيه. بس كده يا جماعه، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم باي حاجه في الفيديو ده. الحاجه فيكم تضرب معايا اونلاين يبعت لي على الويب سايت المكتوب تحت هنا او يبعت لي على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.